والأهم بقى، ودي زي ما يقولوا كده اللي هو إيه، العلامة الفارقة في مشوار نادي الزمالك في الدوري السنة دي. ولو سألتني إيه اللي كسب الدوري السنة دي للزمالك، بجانب طبعا الجماهير، بجانب طبعا إمكانيات فريرة العظيمة، أقول لك الزمالك السنة دي استغنى، أهو أنا بحدد الكلمة، استغنى عن أعمدة رئيسية للفريق عشان بس حس إن هم ممكن يساوموه أو ممكن يضغطوا عليه عشان يبقوا موجودين في الفريق. أعمدة أساسية وأسماء كبيرة، وأسماء لما كانت بتغيب عن الزمالك في مباراة واحدة الزمالك كان بيحصل له مشكلة كبيرة جدا. الزمالك قال لهم ببساطة شديدة، النادي أهم، اسم النادي أهم، الزمالك أهم من أي لاعب. كتير قوي على مدار سنوات كنا دايما ننصح ونقول لمسؤولي نادي الزمالك، الزمالك أكبر من أي لاعب ومن أي نجم، ولو في نجم في نادي الزمالك فالنجم، كلمة نجم دي اتعملت أو اتقالت له عشان هو بيلعب في نادي الزمالك، يعني نادي الزمالك أكبر منه، وده اللي عمله حرفيا نادي الزمالك الموسم ده، وده اللي خلى نادي الزمالك قوي وقوي جدا. الروح، روح اللاعبين، حماس اللاعبين، رغبة اللاعبين، إرادة اللاعبين، جمهور نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك اللي ما شكش لحظة في فرقته، اللي ما كانش خايف وقلقان وعارف ان فرقته راجعه، اللي دعم فرقته في ظروف صعبه، اللي دعم قرارات اداريه بخصوص رحيل لاعبين مهمين، دعم ما قالش لا ازاي نستغنى عن فلان ده لاعب كبير، ازاي نستغنى عن علان ده اسم كبير، قال لا نادي الزمالك كبير ويلعب باي لاعب. فلقى بقى سيد نيمار ويوسف اسامه نبيه وحسام عبد المجيد وسيف جعفر وعد شباب وناشئين زي ما انت عايز، بقوا اوراق مهمه وهتبقى اهم من اللاعبين اللي رحلوا. الزمالك السنه دي كان اقرب للمثاليه كمنظومه بالكامل